السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه الام منتصر وهناء. مرحبا بالبنات والاخوان والاخوات الجداد اللي دخلوا عندي، مرحبا بكم الف مرحبا. وحتى اللي مازال ما تابوناش عندي تابونا ويضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. كلكم مرحبا بكم والف مرحبا. دابا غادي ندوزو باش نشارك معكم واحد الكيكه. هاد الكيكه البنات كنديروها بالمشروب، احنا كنقولوا منعش، احنا ماشي كنديروا اشهاب ولا شي حاجه، غير هو هاد السنطه هادي كدير 2 دراهم. النكهه البنات اللي بغيتو، انا عندي هنا النكهه ديال البنان، ولكن نتوما ديروا ديال بانا شي فواكه مخلطه ولا الفاني ولا المهم اي نكهه كتبغيوها ديروها. انا بغيت ندير هاد الكيكه وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم. ندوزو للمقادير. عندي هنا 2 الحبات ديال البيض كبار، الا كانوا عندكم البيض صغير ديروا 3. انا درت هنا 2 حبات ديال البيض كبار. عندي كاس عنبه ديال السنيده والسكر حبيبات، عندي كاس العنبه ديال الزيت. والكاس العنبه البنات راكم عارفين البنات اللي ما عندهمش الكاس ديال العنبه، كيوزن 150 غرام. المهم الوزن ديالو كيوزن 150 غرام. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، 2 بيضات، ندير شيشه ديال الملحه، عندي صاشيه ديال منعش فرويتي ولا شنو سميتو مكتوب هنا. المهم اي منعش، هذا الكيس هذا المهم كامل كتكون فيه واحد 200 و غنقول لكم الوزن ديالو 220 غرام. 220 غرام البنات اللي كتكون فيه. عندي واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتير المشماش انا غادي نديرو، وعندي معلقه كبيره ديال الخل، وعندي البنات صاشيه ديال الفاني، وعندي 3 د الخمارات حمر. هادشي اللي كاين البنات. انا دابا غادي ندوز باش نخلط هاد المقادير. غادي نجيب واحد الكاس د المونينيكس ونطلقها. دابا البنات انا رجعت معكم، غادي ندير في الكاس ديال العصير اللي عنده طراب الكهرباء يديرو، انا عندي ولكن ما كنستعملوش، كنستعمل غير هذا. 2 بيضات البنات، عندي كاس عنبه ديال سنيده وكاس عنبه ديال الزيت، عندي البنات الشيشة ديال الملحة، غير شيشة، راكم عارفين الحلويات دائما كنديرو فيهم ديك الرشيشة ديال الملحة باش تخرج هاد الحاجة اللي كنديرو. عندي هاد الكيس ديال المنعش البنات كامل، يجي زوين البنات في الكيكات. عندي واحد معلقة كبيرة ديال الكونفيتير ديال المشماش البنات. دائما كما كنقول لكم الكونفيتير في الكيك كيخليه كيجي طري، وحتى الا بقى بحال والاصلا الكيك ما كيدوش 3 ايام ولا كيتسالى. وعندي صاشيه ديال الفاني، دابا البنات غادي ندوز انا باش نطحن هادشي ونتلاقاو ان شاء الله. دابا البنات بعد ما طحنا الخليط
كيجي على هذا الشكل هذا. انا كنطحنو ما عنديش البريز ديال الضو في الكوزينه، كنطحنو بعيد، داكشي علاش ما كنطحنش زعما قدامكم. هذه دابا غادي ندير الطحين، غادي نعبر الناس الدقيق قدامكم. نشوف شحال انا درت واحد، دير الثاني، والدقيق البنات دائما كيكون دقيق خاص بالحلويات كيكون زوين، هو اللي كيطلع الكيك. غادي ندير 3 ساشيات ديال الخميره. دابا بارد الحال في الصيف البنات ديروا غير 2 ساشيات كافيين، ولكن دابا حيت البرد كندير انا دائما في البرد كنزيد الكيكه، كنزيد فيها الخميره باش كتطلع. دابا غادي نخلط، ندير 2 ديال الكيسان، ولكن البنات باقية هانتوما تشوفو باقية خفيفة. غادي نزيد غادي نعبر كاس ونشوف واش غادي نزيد كاس ولا غادي نزيد غير نص، على حساب نتوما ديروا البنات، راكم كل وحده راه تبارك الله كلشي كيعرف الكيك القياس ديال الطحين اللي كنديروا الكيك. انا غادي ندير غير نص كاس ونشوف. البنات باقي خاصو نزيد نص كاس، كيك البنات غير كتخليو العجينة كتكون خفيفة فاش كطلع كترجع تهبطنا في الفران. هاهو البنات دابا غادي ندير واحد المعلقة كبيرة ديال الخل، انا درت غير الخل العادي. دابا غادي نجيب المول فاش غادي نديرها ونطلقها. ها هو البنات المول ديالنا دهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيق، دابا غادي نخلف فيه الخليط ديالي. وغادي ندخلو الفران البنات، الفران يكون بارد. انا دائما الكيك كندخلو الفران يكون بارد. دابا غادي ندخلو الفران كما قلت لكم بارد، وبعد ما يطيب ان شاء الله نتلاقاو. راه كل واحد كيعرف الفران كيفاش داير، المهم كدوز واحد 40 دقيقه كنشمو الريحه ديال الكيك كنحلو الفران. انا من العاده ديالي ما كان الفران ديالي ملي كندير فيه الكيك حتى كنجبدو نيش كنديرو من الفوق، ما كنحتاجش نردو لتحت عاد باش يتحمر، واخا عندي غير الفران ديال الغاز، ولكن عندي الفران زوين كيطيب الفوق والتحت مره واحده ما كنهبطوش لتحت. دابا بعد ما طيب ان شاء الله نتلاقاو.
هيا البنات الكيكه ديالنا بعد ما كطيب انا تنتا غير شويه ديال الكونفيتير ودرت لها الكوك، نتوما زوقوها باش ما بغيتو. المهم هي كتجي البنات هشيشه، شوفي كتجي البنات كتجي شهوه منها. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف واخا راه مازال سخونه. شوفوا البنات غير الموس ملي كتمشي تقطع غير جربوا البنات هاد الكيكه كتجي راه باقيه سخونه كيف قلت لكم. انا بغيت غير نقطعها باش نوري لكم واحد الطريف. شوفي كتجي البنات كتجي شيشه وطالعه ماشي ولا عجبكم الفيديو. كنتمنى تجربوا هذه الكيكه وتعجبكم وتبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا باللايك وشاركوا في القناه، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.